وزي ما قلت لكم دايما هناقش كل ما يخص التغذيه الصحيه، واوصل بيكم ان يكون عندكم وعي توصلوا لمشكلتكم انتم وحلها في موضوع الاكل وعاداتنا والوزن والمشاكل بسبب الوزن. بصراحه في حاجات كتيره قوي حابه اتكلم عنها في التغذيه، عشان كده معايا النهارده ضيفتي اخصائيه التغذيه والهيلث كوتش ياسمين ممدوح. ازيك يا ياسمين؟ منوراني. ازيك يا انجي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت عامله سلوجن كده لوحدك، انتي دايت. ايه السبب في شعار انتي دايت اللي انت بتحبي تتكلمي عنه دايما؟ اوكي، بصي انا ضد اي قالب يحط نحط الانسان فيه ونقول له هو ده حدودك ما تتحركش بره. فالدايت هو كده بالظبط، لان هو بيقول للبني ادم كل كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش بعد الساعه 7. فطبعا كل القواعد دي بتخلي البني ادم عايز يكسرها. ده حقيقي. فده اول سبب. السبب التاني ان الدايت هو لما بنوصفه بنقول دايت سايكل، دوامه بتبدا بان الانسان عايز يخس، مش عاجبني شكلي، مش طايق نفسي، الكلام ده كله، فيبتدي يلجا للقواعد دي او يروح بقى ورق الدايت او يبقى عايز يقطع سكر او اي حاجه من الكلام ده، فيبتدي يمشي عليه شويه ويلتزم وانسان جديد والكلام ده كله، وبعد كده يرجع تاني فدوامه. بالظبط، فيرجع تاني وبيرجع معاه بقى الوزن يزيد، وطلوع ونزول الوزن ده في حد ذاته الدراسات بتأكد ان هو مرتبط بأمراض صحية زي ارتفاع ضغط الدم وزي السكر، الحاجات اللي اصلا الدايت بيوعد ان هو لا انت الحاجات دي اعمل دايت وهتتجنبها. فده غير اصلا ان الدايت، يعني بقول ان الدايت لما الواحد بيعمله الانسان بيتعلم يعمل دايت، بس هو ما بيتعلمش ياكل، فبيبقى فيه اعتمادية كبيرة على حد تاني او حاجة خارجية هي اللي توجهه ان هو ياكل ازاي، سواء ده في هيئه. استني عشان انا في كلمه لازم اقف عندها. ايوه، الانسان بيتعلم يعمل دايت بس مش بيتعلم ان هو ياكل. هي في هنا فرق. هي الفكره ان هو لما احنا هنا مفهومنا عن الدايت غلط. خلينا نقول من الاول كده ان احنا مفهومنا عن الدايت ان هو حرمان، القالب اللي انت بتتكلمي عنه. لكن احنا لو اتعلمنا ناكل اللي هو بقى الهيلثي لايف ستايل، هو ده اللي هيبقى حلو. اظن هو ده اللي انت عايزه توصليه من حته ان انت تتعلم تاكل وتحسن علاقتك بالاكل، صح؟ يس، انا اكيد قصدي كده ان الانسان يتعلم بحيث ان في الاخر هو يبقى سيد قراره. يعني هو مش مستني ياسمين تقول له ياكل الساعه كام، ومش مستني ان يبقى ورقه الدايت ومش مستني اي حاجه خارجيه، او ان مثلا حاجه زي الصيام المتقطع الساعه هي اللي تقول له ميعاد الاكل وما تقولوش. ففي الاخر ياكل بشكل طبيعي صحي، لان في الاخر احنا عايزين ان الانسان يبقى صحته كويسه. صح. بس يبقى هو سيد قراره، وهو اللي يبقى عارف اكل ايه، امتى، ازاي، وليه. ومن هنا جت بقى التغذيه الحدسيه اللي انت هتقولي لي ايه هي. اول التغذيه الحدسيه عرفيها كده للناس ببساطه عشان احنا كلنا محتاجين نفهم هي ايه وهتفيدنا ازاي، فقولي لنا. التغذيه الحدسيه هي الطريقه الفطريه، هي من اسمها الحدس، هو ان انا اسمع نفسي، اسمع صوتي الداخلي، اسمع جسمي بيقول لي ايه. فلو هنقولها بطريقه بسيطه، هو الطفل الصغير لما بيتولد محدش يعني بيعلمه المفروض ياكل ازاي، يعني هو ربنا خالق فيه السيستم ان هو لما عايز ياكل بيعيط وبيصرخ وبيبهدل الدنيا. أيوة. بياكل، فده الجوع، الجوع هو الاشاره هنا، بياكل. وبعد كده لما بيشبع مستحيل ياخد قطمه كمان مهما الواحد حاول. ورأيه عن الأكل ما بيكونوش بقى الأكل ده فيه كالوريز قد إيه، فيه سعرات قد إيه، فيه عناصر غذائية قد إيه، بيكونه بالحواس بتاعته. يعني عندي غالية بنت أخويا بيبي، هي بتحط الحاجة الأول على طرف لسانها كده، تدقها أول. أيوة، وتشوفها إيديها في ملمسها، القوام. أيوة. بتاعها. أيوة، ده حقيقي. وتقرر على أساسه إذا كانت دي تجربة عايزة تكررها تاني ولا لأ. أوكي. فدي طريقة الأكل الطبيعية، أكل لما جوع، أوقف لما أشبع، اكل بتنوع، نظام اكلي فيه تنوع، ما بخافش، ما بقلقش من نوعيه اكل معينه. والاكل ما بستخدموش ان انا بقى باكل بتضايق، مبسوط بتضايق، باكل اه. أيوة، يعني احنا دلوقتي في ناس تفرح تاكل، تزعل تاكل، فاللي هو الايموشنال ايتنج او الاكل الجوع، الاكل العاطفي، انه احنا بناكل بنطلع مشاعرنا في الاكل، وده طبعا بيكون ملوش بقى لا وقت ولا سيستم وبيبهدل الدنيا. طب يعني برضو امرن نفسي ازاي ياسمين على التغذيه الحدسيه؟ ما هو دلوقتي حلوه قوي ان انت تقولي لي الكلام ده، بس احنا لما نيجي نقول للناس يعملوه امتى، يبداوا يفهموا نفسهم ازاي، يحسوا بنفسهم ازاي، عايزين ادوات نعرفهم بيها اكتر يعملوا التغذيه الحدسيه. حلو. انا لما بقول لحد لسه هتبتدي في سكه التغذيه الحدسيه، اولا اقرا عنها، اعرفها الاول، اسمع كده هي معناها ايه، اعرف هي مجموعه من المبادئ
فيقرا يعرف ايه هي المبادئ دي بتتكلم عن ايه. في تركيز فيها طبعا عن الاكل وفي تركيز على حاجات تانية، فليه علاقه بالرياضه، ليه علاقه ليه علاقه باللايف ستايل، ليه علاقه باللايف ستايل، بتبسط قوي الحياه طبعا، اللي هو ازاي اتعامل مع الاكل يعني مع مشاعري بدون استخدام الاكل، ازاي اكون بمارس رياضه ممتعه مش عقاب، مش اللي بتحرق اكتر السعرات في الدنيا، حاجه انا احب اواظب عليها وتكون جزء من حياتي. فيعرف الاول هي ايه التغذيه الحدسيه دي، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو التغذيه الحدسيه فيها تعلم كتير قوي، يعني تعلم عن ايه؟ تعلم عن انا جسمي لما بيبعت لي اشارات الجوع انا بحس بالجوع ده ازاي؟ فابتدي انا اركز قبل ما اخد كده اروح اخد الحاجه دي واكلها، اسال انا جعان ولا لا؟ انا جعان ولا لا؟ فده ده سؤال مهم جدا. ولو مش جعان انا باكلها ليه؟ يعني لو انا بصيت كده ولقيت رجعت لجسمي لقيتني مش جعان، طب انا ايه اللي مخليني عايزه اروح اكل الحاجه دي؟ فمحتاجه اعرف هو انا في اللحظه دي في اي مشاعر انا حاسس بيها عايزها لمجرد ان هي موجوده وخلاص، او حد تاني بياكل وخلاص. طب انا لو قعدت كلتها هعرف نفسي فيها، مجرد ان نفسي فيها هعرف اقعد اكلها باستمتاع وبانبساط وبوعي، ولا هقعد اكلها بسرعه بسرعه واكل كميات منها كبيره كان انا سرقها من حد، ذنب بعد كده. طب ياسمين برضو، ما هو لا انت عايزه ان احنا نقف مع نفسنا ونسال، مش كل الناس دلوقتي بتسمعنا هتقول لك انا يعني قبل ما اروح مثلا دلوقتي اعمل حاجه هقف كده واقفه مع النفس وافضل اسال الاسئله. هل انا في حاجه المفروض ابدا انا امارسها اساعد نفسي بيها، زي مثلا انه ايه هي اشارات الجوع واكل عند اي اشارات جوع واوقف امتى؟ ان هي التغذيه الحدسيه زي ما انت بتقولي زي الطفل بتعتمد على الفطره، فانا عايزه بقى يعني باك تو ايه فطره، يعني عايزين نرجع تاني للفطره كده، مش عايزه اقول الكلام بانجلش وبتاع، فعايزين نرجع للفطره ونبدا نعرف الساينز اللي كان البيبي بيعملها وقت ما يجوع ويرجع وقت ما خلاص يرفض الاكل احنا نعملها. فده المفروض نبدا نعمله صح؟ اه طبعا. الانسان يبتدي يشوف جسمه بيبعت له الرسائل دي، في رسائل واضحه جدا متعلقه بالمعده، ان انا دلوقتي معدتي حتى زمان كنا بنقول ايه عصافير بطننا بتصوصو. ايوه. فابتدي ان انا احس في اصوات في المعده، ابتدي احس كده لو انا حطيت ايديا على معدتي هلاقيها انا حاسه ان هي فاضيه. وفي درجات بقى من الجوع، يعني في اول الجوع انا لما بحب اوصفه اقول ان هو ايه، انت في الاول الجوع بيجي لك زي وشوشه كده، تبتدي انت ما تسمعوش يعلي صوته، يبتدي ما تسمعوش يبتدي يصرخ، صح، فنوصل لدرجه شديده من الجوع دي عندها بيحصل بقى حاجات مش كويسه، دي مش عايزين نوصل لها، عشان لما بنوصل لها غصب عننا بناكل اكتر. بالظبط. فاحنا في اول الوشوشه اللي انت بتقولي عليها دي، اللي هو ابدا افهم انا هنا بدات اجوع، فابدا على الاقل احضر انا هاكل ايه، عشان لما باكل كده وانا مش محضر فباكل اللي يقابلني. بالظبط. فبنستخدم اداه، يعني واحده من الادوات اللي بنستخدمها حاجه اسمها الهانجري سكيل، مقياس الجوع والشبع. فبرضو من وانا بشرح المقياس ده هو تدرج كده من 1 لـ10. اوكي. فزي تانك بنزين العربيه، التانك مليان ففل يعني 10 متفول، 1 يعني التانك فاضي فده قمه حل. الجوع في النص 5 التانك عند النص، لا انا جعان ولا شبعان محايد. فلما نبتدي التانك يفضى كده ده معناه ان الجوع ابتدى ان هو يظهر بقى، فانا محتاجه زي ما بتقولي ابتدي افكر في الاكل عشان ما اضطرش اكل اي حاجه، عشان ما اوصلش لدرجه جوع شديد تصل معاها لدرجه شبع شديد امتلاء. أيوة. يعني مش الشبع المريح. فالاداه دي كده المقياس ده بيساعد الواحد الاول ان هو يسال نفسه، طيب لو انا جعان او حاسس او شاكك او مش عارف انا كام، عند رقم كام عند السكيل ده على المقياس ده.